بيت العائلة الإبراهيمية صرح يضم كنيسة وكنيسا ومسجدا، وهو حديث العالم العربي والإسلام اليوم بين مؤيد ومعارض. والكثير من الأسئلة تدور حول هذا المبنى، ولكن السؤال الأهم: ما هي الغاية من وراء تشييده؟ لنجيب على هذه الأسئلة نحن هنا في داخل أروقة البيت الإبراهيمي. في عام 2019 التقى البابا فرانسيس مع شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتم توقيع وثيقة عرفت باسم وثيقة الأخوة الإنسانية. وثيقة الأخوة الإنسانية تمثل إعلاناً مشتركاً يحث على السلام بين الناس في العالم، ولنشر ثقافة الحوار والتعاون بين الأديان، ولتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل. وهذا هو حجر الأساس الذي يحمل توقيع سمو الشيخ محمد بن زايد والبابا فرانسيس والإمام أحمد الطيب وسمو الشيخ محمد بن راشد. تم الإعلان عن إنشاء بيت العائلة الإبراهيمية مستوحى من وثيقة الأخوة الإنسانية. أمر الشيخ محمد بن زايد بتخصيص أرض في جزيرة السعديات، ومصمم هذا الصرح هو السير ديفيد إجي. تصميم البيت الإبراهيمي يبرز القيم المشتركة بين الأديان الثلاث، ويحفظ بذات الوقت لكل دين خصوصيته ليعزز الحوار والتفاهم. كنيسة البيت الإبراهيمي، وسميت تيمنا بالقديس فرانسيس، تم بناء الكنيسة لتعانق شروق الشمس انطلاقا من رمزية النور، وتصميمها العمودي يجسد مفهومي التجسد وقيامة المسيح، واللذين يلعبان دورا جوهريا في الدين المسيحي. وما يميزها هو جمعها لمختلف الطوائف المسيحية. والمسجد تمت تسميته باسم الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر. تتكون الواجهة الأمامية من 7 أقواس، مما يعكس رمزية الرقم 7 في الإسلام. والكنيس سمي باسم موسى بن ميمون. تم تصميم الكنيس بطريقة ترمز للمصلى التقليدي، وهو يستحضر من خلال واجهته شكل سعف أشجار النخيل المخصص للاحتفال بعيد العرش. فالغاية من هذا الصرح ليس لدمج الأديان، بل لتعزيز قيم التعايش وتقبل الآخر ولتبادل الحوار، للتركيز على ما يجمعنا كبشر وليس على ما يفرقنا. وجد للسلم وللسلام بين الأديان، وجد لحرية الاعتقاد لا لدمجها، وللتعايش لا لانصهارها.